ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. النهارده هنعمل مع بعض صينيه البطاطس اللذيذه دي، او انا مسمياها تورته البطاطس من كتر ما هي كان شكلها فعلا حلو جدا، وكان طعمها كمان لذيذ قوي، مختلفه عن صينيه البطاطس التقليديه اللي احنا بنعملها ومتعودين عليها. هنعملها باسهل طريقه ومكونات بسيطه جدا، تقريبا موجوده عندنا في كل بيت. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. اول حاجه عندي هنا تقريبا ده كيلو ونص من البطاطس، يعني في حدود من 6 ل 8 بطاطسيات، يعني في حجم متوسط. هاخدهم اسلقهم كويس لحد ما يكونوا تراي خالص، واقدر ان انا اهرسهم بالشوكه او هرست البطاطس، اي حاجه احنا متعودين عليها يعني ان احنا نهرس بيها البطاطس. هرسهم بقى كويس قوي بالشوكه لحد ما اتاكد ان مفيش اي يعني كتل فيها، او مفيش اي فيها قطع من البطاطس ما اتهرستش معايا كويس، عشان بعد كده لما اجي افردها تبقى سهله معايا في الفرد وفي التشكيل. بعد ما خلصت البطاطس والكميه كلها هبدا بقى احط عليها التوابل. هحط معلقه كبيره من الملح، وهحط رشه من جوزة الطيب، بتبقى حلوة قوي مع البطاطس المهروسة، ورشة من الفلفل الأسود، ومعلقة من البابريكا، ومعلقة من الزعتر. التوابل دي بتخلي البطاطس بجد طعمها حلو قوي ولذيذ قوي. هبدأ بقى كده أقلب البطاطس، وطبعا تقدروا تدقوها تشوفوا الملح بتاعها مظبوط أو لأ. هحط بقى معلقه كده صغيره من الكركم، بيدي لون حلو قوي، احنا مش مستخدمينه يعني هنا عشان طعم، احنا مستخدمينه عشان يدي البطاطس كده لون حلو قوي واصفر، وبيبقى شكله حلو قوي معاه. هقلب بقى البطاطس كلها مع التوابل، وبعد كده هحط معلقتين من الدقيق عشان تخلي البطاطس معانا طريه ونقدر ان احنا نشكلها كويس. واخر حاجه هحط بيضايه، واهم حاجه تكون البطاطس السخنيه بتاعتها بدات تهدى شويه، عشان لما ننزل عليها بالبيضه ما تستويش معانا وتكون سخنه قوي على البيضه. هقلب بقى الخليط كله مع بعض، او العجينه كلها مع بعض، لحد ما تكون معايا كده طريه زي ما انتم شايفين القوام بتاعها كده في الصوره، طريه قوي اشبه بالعجينه. عندي بقى صينيه من صواني الكيك اللي هي بتتفتح، هرش عليها رشه زيت من تحت ومن الجوانب، وهجيب ورقه زبده وهقطعها عليها على قدها بالظبط، وهجيب كمان باقي ورقة الزبدة احطها في الجوانب عشان اتأكد ان انا لما بعد كده لما نيجي نطلع البطاطس ما تلزقش معانا، ونكون سهل في التقطيع والتشكيل. خدت كمان معلقة زيت صغيرة ودهنتها على الورقة من تحت عشان اتأكد ان البطاطس ما تلزقش فيها. هنزل بقى بالبطاطس في الصينية عشان ابدأ اشكلها الشكل اللي احنا هنشوفه ده. زي ما انتوا شايفين قوام البطاطس طري جدا، الدقيق والبيض خلوها يعني طرية وسهلة ان احنا نشكلها على طول. حطيت بقى الكمية كلها، وهبدأ ان انا احطها بقى في الصينية بنفس شكل الصينية، واعمل لها تجويف كده من النص ومن الجناب، بحيث ان انا احط الحشوة في النص جواها يعني زي حفرة كده. وابدأ بقى اساوي الجناب كلها تكون بنفس السوى وبنفس العلو، واساوي بقى كل الاطراف من فوق ومن تحت، واهم حاجه ما يكونش السمك من تحت رفيع قوي عشان البطاطس ما تتحرقش معانا، يعني نحاول نخلي السمك من تحت والسمك من الجنب تقريبا نفس السمك او نفس الحجم. خلاص كده خلصناها. هنعمل بقى الحشوه. عندي هنا طاسه على النار فيها معلقة زيت، وهشوح فيها بصلاية متوسطة متقطعة مكعبات. أول ما تدبل هحط عليها نص كيلو من صدور الفراخ المتقطعة مكعبات، مش هقلبها عشان ما تنزلش ميتها، هسيبها بس كده تاخد لون وتتشوح. وبعد كده أحط عليها التوابل، ملح وفلفل وبابريكا وزعتر، وحطيت شوية من السماق، بيدي طعم حلو قوي للحشوة دي. هقلب بقى الفراخ مع التوابل واسيبها بقى تستوي كويس قوي. وبعد كده عندي هنا دول شوية من الخضار المجمد، البسلة والجزر، بتديها برضو طعم حلو قوي ولذيذ، والبسلة بتكون كده مسكرة فبتدي كده طعم حلو قوي، وهم هيستووا بسرعة، ما تقلقوش يعني ان هم هيبقوا نيين او حاجة. هقلبهم بقى كويس مع الفراخ. واخر حاجة اول ما اطفي عليها هحط معلقتين من الزيتون الشرايح، الزيتون الاخضر، برضو بيدي للحشوة دي طعم مميز قوي ومختلف، وبتبقى طعمها حلو قوي. خلاص كده طفينا عليها،
كل حاجة استوت. وبعد كده هاخد الحشوة احطها بقى في الحفرة اللي احنا عملناها في البطاطس دي، واسويها كلها قد بعض. اهم حاجة الحشوة دي ما تكونش فيها سوائل كتير، مية مكان الفراخ او زيت او كده. لو حسيتوا ان هي فيها سوائل كتير عشان ما تبوش البطاطس، حطوا معلقة او معلقتين دقيق وهي على النار طبعا، قبل ما نحطها على البطاطس عشان ما تعملش البطاطس يعني تكون طرية وما نقدرش ان احنا نطلعها وتبوشها. جبت بقى ألمونيوم فويل وغطيتها بيها، وهدخلها فرن متسخن على درجة حرارة 200 تقريبا 20 دقيقة قبل بقى ما نحط عليها الجبنة. هنلاقي الوش بتاعها بدأ يحمر شوية من الجناب. طبعا هي كل حاجة مستوية، بس احنا عايزين بقى نسوي البيض والدقيق والبطاطس بقى كلها تدخل كده مع الحشوة. طلعتها بعد تقريبا 20 دقيقة، حطيت بقى الجبنة موتزاريلا على الوش. هتلاقوا الأطراف بتاعة البطاطس بدأت بقى تاخد لون متحمر كده شوية ولون بني كده حلو ولذيذ. هحط بقى على كل الأطراف الجبنة الموتزاريلا. طبعا تقدروا تستخدموا جبنة موتزاريلا، تقدروا تستخدموا ميكس موتزاريلا وشيدر، يعني اللي انتوا عايزينه أو اللي انتوا بتحبوه. وهدخلها تاني على فرن برضو يكون نفس درجة السخنة، يعني ما تطفهوش. هندخلها تاني على نفس الفرن، هتاخد تقريبا 10 دقايق لحد ما لونها يحمر، وممكن تفتحوا عليها الشوايه اخر 5 دقايق من فوق. ده شكلها بعد ما طلعت، وبجد كانت يعني شكلها حلو جدا وريحتها كمان كانت حلوه قوي. هنسيبها بقى تهدى شويه قبل بقى ما نفتح عليها الصينيه ونقطعها. رشيت بقى عليها رشه بقدونس، بيدي كده شكل حلو قوي وطعم حلو. هشيل بقى الصينية من عليها وهشيل ورق الزبدة. انا هنا يعني استعجلت شوية، ما كانتش بردت كفاية، فطبعا يعني حاولوا تستنوا عليها تهدى عشان تعرفوا تقطعوها كويس وتكون متماسكة معاكم، لان البطاطس بتكون طرية قوي وهي سخنة، فحاولوا تصبوها شوية 10 دقايق او حاجة قبل ما تقطعوها. قطعتها بقى كده مثلثات، بجد بجد كانت حلوة جدا وريحتها كانت حلوة قوي، والطعم كمان مختلف ولذيذ عن اي صينية بطاطس تاني انتوا ممكن تجربوها. بصوا زي ما انتوا شايفين طلع ازاي حلوة قوي، لون البطاطس كمان حلو، والجبنة بقى سايحة كده على الحشوة، فبجد كان طعمها خطير جدا. والخضار كمان يعني يمدي كده قيمة غذائية عالية ليها، يعني وجبة متكاملة بطاطس والخضار، يعني تحسوا ان انتوا مش محتاجين اي حاجة تاني جنبها. يا رب يكون الفيديو عجبكم، واتمنى ان انتوا تجربوها وتقولوا لي رايكم ان انتوا جربتوها وطلعت معاكم حلوه، وهستنى بقى رايكم في باقي الفيديوهات. ان شاء الله تشوفوني فيديوهات تاني قريب، واهم حاجه ما تنسوش اللايك والسبسكرايب. باي باي.